بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أبنائي الطلاب، طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة التميز النموذجية. مرحبا بكم في هذه المنصة التعليمية والدرس الخامس من مادة التربية الإسلامية. واليوم عندنا هذا الدرس بعنوان إن شاء الله. قبل أن ندخل العنوان، ما هذه الصورة وما الذي في هذه الصورة؟ ركز معي. هذا حصان له أجنحة. سنعرف ما علاقة هذا الحيوان بالدرس. هذه مكة، البيت الحرام، المسجد الحرام. هذا المسجد الأقصى، هذا، وهذه قبة الصخرة أيضا في ساحة المسجد الأقصى، موجودة هذه القبة، لكن هو هذا المسجد الأقصى الموجود في فلسطين، حرره الله إن شاء الله من أيدي اليهود الغاصبين. طب ما علاقة هذه الصورة الأولى بالصورة الثانية بالثالثة؟ عندنا اليوم رحلة من رحلات التاريخ المشهورة الخاصة بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمها رحلة الإسراء والمعراج، درس الخامس يا أولاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا درسنا في الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي حياة الرسول، بدايته، مولده، نشأته، رضاعته، ثم بدء الرسالة في الصف الثالث الابتدائي والدعوة السرية والدعوة الجهرية، ثم بعد ذلك جاءت هذه الرحلة. لماذا كانت هذه الرحلة في هذا الوقت؟ سنعرف هذا في هذا الدرس الجميل. عناصر الدرس: أولا لابد أن نعرف معنى كلمة معجزة. ثانيا رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد هو المثل الأعلى في الصبر، سنعرف من خلال هذه القصة. ثالثا لابد أن تعرف أحداث الإسراء والمعراج، أحداث هذه القصة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المعلومة الأخيرة والرابعة: ما الدروس والعبر المستفادة من رحلة أو معجزة الإسراء والمعراج؟ هذا عبد الله كما دعونا ومريم يتحدثون مع بعضهم. مريم تقول: سبحان الله، كيف تكون النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم؟ فقال لها عبد الله: نعم يا مريم، هذه هي المعجزة. ذكرنا قبل ذلك يا أولاد أن المعجزة هي شيء خارق للعادة، لا يستطيع أحد أن يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، والمعجزة تكون دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف المعجزة، احفظوها يا أولاد، طول حياتك لابد أن تعرف معنى كلمة معجزة: أمر خارق للعادة يجريها الله عز وجل أو يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء. لماذا؟ تأييدا لصدق نبوته. لا أحد يأتي يقول أنا نبي إلا إذا جاء بمعجزة، مثل العصا تتحول إلى ثعبان، هذا سيدنا إبراهيم يلقوه في النار فلا يحترق، كل هذه معجزات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد طلب الكفار منه إن كان رسولا أو نبيا أن يشق هذا القمر نصفين. كانت هذه طبعا هذا الحديث كان بالليل، فاستغلوا هم طبعا ظهور القمر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أنك تشق القمر نصفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لهم: إن فعلت ذلك تؤمنوا بي؟ قالوا نعم. فرفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل فانشق القمر نصفين، فآمن منهم بعض الناس وكفر بعض الناس. هذه أيضا معجزة يا أولاد. وعندما صعد العلماء في العصر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أثر انشقاق على سطح القمر صلى الله عليه وسلم. هذا النشيد طبعا يا أولاد المعروف: المعجزات أيد الله بها رسولنا محمدا والأنبياء، وقوعها دليل صدق وهدى، وآية لمن أراد الاهتداء. معجزة الإسراء والمعراج في أحداثها دلالة للعقلاء، قام بها نبينا محمد في أرضنا ثم عروج للسماء. سنعرف معنى الإسراء ومعنى المعراج. هذا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد يا أولاد المثل الأعلى في الصبر، ولذلك قال الله عز وجل له في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم.
في بداية الدعوة يا أولاد طبعا السرية، ثم بعد ذلك الدعوة الجهرية، بدأ كفار قريش يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركوا عبادة الله ويرجعوا إلى عبادة الأصنام، أو يتركوا مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ويطلبوا من المؤمنين أن يكفروا بمحمد ويسبوه. طبعا المؤمنون صبروا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا للأذى. ثم مات عمه أبو طالب، ثم زوجته خديجة، وكان عمه ينصره على هؤلاء ويحميه، وكان زوجته أيضا يعني تصبره وتدافع عنه، وكانت غنية جدا وكان لها أهل ولها عشيرة. فكان الكفار طبعا يعرفون أن أبو طالب عمه، أن أبا طالب عمه قوي وله كلمة في قريش، فكانوا لا يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أولاد عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ترك مكة وذهب إلى مدينة اسمها الطائف، ذهب يدعو إلى الله عز وجل. ماذا فعل أهل الطائف؟ قابلوه مقابلة سيئة، ضربوه بالحجارة، سلطوا صبيانهم وسلطوا السفهاء في الطائف حتى ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار حتى قد دميت قدماه، يعني نزل الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم. فدعا الله عز وجل لهم ولم يدعوا عليهم، دعا لهم بالهداية أن يهديهم الله فيدخلوا في الإسلام. انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة رضي الله عنهم على إيذاء الغير. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد عندما جاء إليه ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيموتوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للملك بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أولادهم من يعبد الله عز وجل. ما الذي حدث في هذه الرحلة أولاد؟ أولا أرسل الله عز وجل سيدنا جبريل ومعه دابة عظيمة، هذه هي الدابة، هذه صورة يعني لم نراها حقيقة طبعا، لا أحد يراها، لكن بعض المفسرين وصفوا لنا في الكتب كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه الدابة. فعلى هذا الوصف رسم الناس هذه الصورة، دابة عظيمة السرعة اسمها البراق، اسمها البراق لأنها كالبرق سريعة. فجاء جبريل بالبراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام عند مكة. ركب الرسول صلى الله عليه وسلم البراق ليلا بالليل وانتقل به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين. انظر إلى الخريطة، سننظر إليها الحين، في القدس المباركة بصحبة جبريل عليه السلام. هذا المسجد الحرام انتقل به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. ماذا فعل في المسجد الأقصى؟ سنعرف. ثم عرج به إلى السماء، إلى السماء العليا، السماء السابعة يا أولاد، هذا هو اسمه المعراج. بل إسراء السير ليلا، لما يمشي بالليل يقولوا عليه أسرى، المعراج اللي هو الصعود إلى أعلى، أو الصعود إلى زي أنت السلم عندنا في المنزل اسمه باللغة العربية المعراج، السلم اسمه المعراج، فكلمة معراج يعني صعود. أربعة، ظل يصعد من سماء إلى سماء والتقى عددا من الأنبياء والملائكة. طبعا القصة بالتفصيل يا أولاد ممكن تسمعوها على اليوتيوب، ماذا حدث بالضبط في المعراج، قابل في كل سماء نبي من الأنبياء ورأى أشياء في السماء، راجع اليوتيوب والقصص الجميلة، قصص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سريعا أرسل الله سيدنا جبريل ومعه دابة اسمها البراق، ركب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة من عند المسجد الحرام وسار بها إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. ماذا زعل في السماء؟ رأى التقى عددا من الأنبياء والملائكة. في السماء السابعة رأى سدرة المنتهى، شجرة عظيمة جدا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشجرة لا يستطيع أحد أن يصف جمالها. وهناك عند هذه الشجرة فرضت الصلوات الخمس، فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الصلوات الخمس التي نصليها الآن.
في القصة أيضا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة، يعني ذهب من مكة إلى الأقصى المسجد الأقصى إلى فلسطين، ثم من فلسطين إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، نهاية بعد السماء السابعة يعني سدرة المنتهى، في نفس الليلة، في نفس الليلة. فلما أصبح جاء الصباح خرج إلى قريش وأخبرهم بما رأى، فصدقه المؤمنون، طبعا على رأسهم أبو بكر، وسمي الصديق لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله. لكن الكفار كذبوا وقالوا: كيف تذهب في ليلة واحدة إلى فلسطين؟ نحن نذهب في شهر بالجمال والخيول وأنت تذهب في ليلة واحدة؟ كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه. هذا فلسطين فوق يا أولاد المسجد الأقصى، وهذه مكة على البحر الأحمر. راجع الخريطة، هذه الرحلة اسمها الإسراء، ثم صعد من المسجد الأقصى إلى السماء فسمي المعراج. طب ما الدروس المستفادة من هذه الرحلة وهذه القصة؟ أولا، لا أحد يستطيع أن يفعل مثل ما فعل الله عز وجل. قدرة الله يا أولاد ليس لها حدود، الله يفعل ما يشاء، فهذا كونه وهذا خلقه. اثنين، مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستطيع، يعني لا أحد له مكانة عند الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه الرحلة العظيمة لم يذهب إليها أحد من الأنبياء، لم يذهب أحد من الأنبياء إلى سدرة المنتهى، هذا المكان البعيد جدا فوق السماء السابعة. عند الله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، فقد كرمه الله وأظهر صدقه بالمعجزات. ثلاثة، نستفيد من هذه الرحلة أن نعرف أن الصلاة في الإسلام عظيمة بفرضها في السماء، يعني كل الأركان وتعاليم الإسلام فرضت في الأرض ما عدا الصلاة يا أولاد، فرضت في السماء، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولذلك هي مكانتها عظيمة. أربعة، أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة عند المسلمين، فهو أول القبلتين. المسلمون يا أولاد في بداية الإسلام كانوا يصلون ناحية المسجد الأقصى، لأن الأنبياء قبل ذلك كانوا يصلون ناحية المسجد الأقصى. فلما نزلت الآية، القرآن نزل بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام، فبدأوا يصلون إلى المسجد الحرام. فالمسجد الأقصى له مكانة عظيمة عندنا. حاليا يحتل اليهود المسجد الأقصى، يحتلون فلسطين ويهدمون المنازل القديمة ويبنون منازل جديدة لهم، ويحاولون هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان عندهم. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسجد الأقصى وعن المسلمين هناك وأن يعينهم. خمسة، لقب الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. انتهت القصة يا أولاد، ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ أولا، المعجزة تأييد من الله لأنبيائه وإثبات صدق نبوته. اثنان، من أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العظيمة الصبر على البلاء. لما ذهب إلى الطائف وسلط أهل الطائف الصبيان ضربوه، فتحمل ولم يدعو عليهم، إنما دعا لهم بالهداية. ثلاثة، معجزة الإسراء والمعراج تكريما من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لن يصل أحد في هذه الدنيا أبدا إلى ما وصل إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. أربعة، المسلم يقتدي بالرسول محمد في صبره ويمتثل لأوامر الله عز وجل. قيمة الدرس الصبر يا أولاد، الصبر، أصبر على أوامر ربي وطاعته، أصبر على الصلاة وأديها، أصبر على الصيام، أدعو إلى الله وأصبر على الناس، أدعوهم إلى الخير وأصبر عليهم. سبحان الله يا أولاد، انظر إلى هذا الإبداع من الله سبحانه وتعالى، خلق كل شيء وأبدعه، سبحان الله. نجيب على الأسئلة. رحلة الإسراء والمعراج حدثت قبل زواج الرسول بالسيدة خديجة، صح أم خطأ؟ طبعا خطأ يا أولاد، الرحلة كانت بعد وفاة السيدة خديجة وبعد وفاة عمه أبو طالب. الدابة التي ركبها الرسول في الإسراء هي ناقته القصواء. خطأ، ما اسم الدابة؟ اسمها البراق وليس القصواء. القصواء اسم الناقة يا أولاد. أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، الإجابة صحيحة، أحسنتم يا أولاد. الملك الذي صحب الرسول في رحلة الإسراء والمعراج ما اسمه؟ جبريل عليه السلام. فرض الله عز وجل في السماء السابعة، فرض الصوم أم الصلاة؟
الصلاة، ممتازين. حدثنا الرسول عن شجرة لا يستطيع الإنسان وصف جمالها، فما اسم هذه الشجرة؟ فكر معي. نعم، سدرة المنتهى. أحسنتم يا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انتهى الدرس. راجعوا رحلة الإسراء والمعراج، اسمعوها كثيرا من كذا مصدر حتى تستفيدوا وحتى تكونوا من أهل الثقافة الإسلامية. نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.